أهلا فيك أستاذ طارق، اليوم نتكلم معك من عيادتنا كريستال خبر. عندنا عروض لنهاية السنة، عروض صراحة جدا جبارة. نتكلم عنها ولا نترك الصور بعدين؟ لا، نتكلم عن العروض والأجهزة الموجودة والعرض حتى نهاية 2020. دويتو أكيد طبعا. الجهاز هذا طبعا نفس الإليت، يشتغل بخاصية التبريد، ينفع لكل أنواع البشرات بس يفضلون البشرات الأكثر الغامقة، يستعمل بعد للشعر الوبري. جدا جميل الجهاز وكثير طبعا يفضلونه طبعا زي الإليت. جهاز يستخدمون الشباب والبنات طبعا أكيد، لأنه العدسات تتغير بين كل بيشنت والثاني، العدسة تتغير أكيد وتتعقم. طبعا لازم عندنا التعقيم درجة أولى. أفضل جهاز يفضلونه البنات لأنه فيه خاصية التبريد. طبعا هذا الجهاز هو جهاز إليت وفيه نفسه الدويتو، نفس الخاصية نفس الإمكانية نفس كل شيء، يشتغل بالتبريد.